البرمجيات الخبيثة نوع من البرامج الحاسوبية المصممة خصيصاً لإلحاق الضرر بالأنظمة الإلكترونية وسرقة البيانات أو السيطرة على العمليات الحاسوبية بطرق غير مشروعة لأغراض عديدة. تعتبر البرمجيات الخبيثة تهديداً كبيراً للأمن الإلكتروني، تتطلب استراتيجيات متعددة لمكافحتها وحماية الأنظمة منها. البرمجيات الخبيثة ولا كي نقولوها باللغة الأجنبية لي مالوير، دونك البرامجيات الخبيثة هي برامج ولا دي كود كي اون ايتي ديفلوبي ناس ديفلوباتها باش تضر الأنظمة الحاسوبية واستغلال الأنظمة الحاسوبية. الغاية من هذه البرامج الخبيثة عادة تكون سواء سرقة البيانات، المعلومات الشخصية للأشخاص الأفراد، أو سرقة الملفات، يعني ملفات دوكيمون امبورطون، ولا حتى إتلافها. وفي بعض الأحيان يكون الغرض هو تعطيل الشبكات، دونك شبكة الإعلام الآلي، ولا شبكات قادرة حتى تكون شبكة تيليكوم. هذه في حالة هجوم سيبراني، ولا اللي تقدر تكون درجة الخطر تاعو كبيرة بزاف. تتنوع أشكال البرمجيات الخبيثة بين الفيروسات وبرمجيات التجسس وأحصنة الطروادة وغيرها. تستخدم هذه البرمجيات لأغراض عديدة، منها الوصول غير المصرح به إلى المعلومات الحساسة مثل البيانات الشخصية، التجسس على المستخدمين وسرقة بياناتهم، أو تعطيل الأنظمة والخدمات. البرمجيات الخبيثة فيها بزاف انواع، عندك لي فيروس، عندك لي فير انفورماتيك، عندك لي شيفال دو تروا، ولا سكون ابل لي زوتيزاتور لي زوتيليتير، ولا لي بروغرام ديسبيوناج، وعندك سكون ابل لي رانسوموير. الشكل الاكثر شهرا اللي نسميه احنا الفيروسات غالبا ما تكون بغرض اتلاف البيانات ولا الملفات على الاجهزه، دونك سواء كانت اجهزه محموله او اجهزه كمبيوتر ولا دي سيرفر دي غون سيرفر، دونك يكون كاين هجوم سيبراني ولا يبعث فيروس بغرض الاتلاف. طرق الانتقال سواء عن طريق البريد الالكتروني، يجيك بريد الكتروني ما تعرفوش، يجي يكون فيها ملفات تقدر انت تتحملهم طريق الخطا، ولا الملف هذاك يكون عباره على فيروس، ولا كاين نوع اللي نسميوه حنايا حصان طروده، اللي هو تقدر تهبط انت يكون كاين برنامج دار يختفي في برنامج مفيد. باغ اكزومبل تهبط برنامج يستعملوه بزاف الغاشي لوفي ان اوفيس، ولا برنامج فوتوشوب، ولا مين لهنا يكون كاين شخص وش حكم يدير يحكم يربط برنامج اخر دار فداك البرنامج. انت بطبيعه الحال تروح تحمل البرنامج هذا لانه غير مدفوع ولا من موقع غير مؤمن باش تستعمله، بصح هو في الاصل هذاك البرنامج او معه برنامج اخر اللي هو برنامج دار، اللي يكون كما هضرت من قبل سواء حاب يسرق لك بيانات، يتلف لك ملفات، ولا في احيان انه يتلف الجهاز نفسه، يقدر حتى يتلف الجهاز نفسه، يدير له تحميل زائد، يقعد يخدم 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 يسخن، يقدر يتلف حتى الجهاز. كاين برامج اخرى نسميوها حنايا البرامج دوديه ولا ليفير، هادو ما وورمز، دونك هما ثاني نوع من انواع الفيروسات اللي الهدف تاعو انه يقعد ينتشر باش يعطل الشبكه ولا يعطل الجهاز، يقعد ينتشر ينسخ نفسه ويستعمل ثغرات في برامج تستعملهم باش يزيد يبعث نفسه ويزيد يقيس عباد اخرين. كاين برامج تجسس، دونك كيما تهبطهم انت الغرض تاعها التجسس على المعلومات تاعك، سواء يتجسس من اجل معلومات كيما حنا يسرق المعلومات اللي تقدر تكون بيانات ماليه ولا بيانات شخصيه اللي يقدر يستعملها في هجومات اخرى، ولا تجسس من غرض تجاري، دونك هذا كاين بزاف. دونك شركات تلقاهم شركات يستعملوا هذه المعلومات باش يقدروا يسوقوا المنتجات تاعهم ولا يكوميرساليزيو. كاين الاعلانات لي بوب ابس ولا الاعلانات المنبثقه، هذه ثاني تقدر تاثر عليك على طريقه الاستعمال تاعك ولا خبره كيما واحد الاكسبيريونس ديوتيليزاسيون تاعك تاع كيما تدخل الموقع. ولا كاين ثاني برامج جد منتشره مؤخرا اللي هضرت عليها ثاني من قبل، اللي هي برامج الفديه. كاين مطورين قدروا يطوروا برامج بحيث انه يسيطر على الجهاز تاعك، يغلق ما تقدرش تستعمل انت الجهاز تاعك، ويخرج لك ميساج اللي ديموندي منك انك تدفع فديه في مقابل انه يعاود يعطيك ان كود يتفتح به الجهاز. دونك هذه ثاني جد خطيره،
وبلا ما نحكيو على كاين برامج ثاني اللي يستعملوهم مثلا مؤخرا، كاين ما يعرف العمله الرقميه، كاين طريقه لانتاج العملات اللي هي معروفه واسمها طريقه التعدين، انك تنستالي عندك هذو البرامج وهما يقوموا بحل معادلات صعبه تستعمل في البروتوكول تاع العمله الرقميه. دونك كاين اشخاص اللي يحبوا اللي يقدروا يلحقوا الجهاز تاعك من غير ما تعرف انت، ويستعملوا الجهاز تاعك في التعدين ويتربحوا هما من بهذه الطريقه. البرمجيات الخبيثة الأكثر شهرة هي تلك التي أحدثت تأثيرات واسعة النطاق على الأفراد والشركات والحكومات. من أبرز هذه البرمجيات الفيروسات، وتكون تحت مسميات متعددة. هذه البرمجيات الخبيثة تبرز الأهمية القصوى لتبني استراتيجيات أمنية قوية لحماية الأنظمة والمعلومات الحساسة من التهديدات المتزايدة والمتطورة. بين البرمجيات الخبيثة اللي معروفة بشكل عام بين الأشخاص والأفراد نسميوها احنا عادة بالفيروسات. دونك الفيروسات هي نوع من أنواع البرمجيات الخبيثة اللي هي أكثر شهرة بين الناس. احنا جميع عفسا نشوفوها باللي ان كود مالفيون، نسميوها فيروس. الفيروس هو سوني كان تيب ولا نوع من أنواع البرمجيات الضارة، واللي هو أكثر شهرة بصح ماشي هو الأكثر انتشار. الفيروسات هي نوع من البرمجيات الخبيثة. بكري كي كنا في ليزاني 90 و ليزاني 2000 كنا نهضروا بزاف على لي فيروس بوكو بلوس، من بعد بدنا نشوفوا لي شوفال دو توا. دونك الفيروسات واش هي؟ الفيروسات هي نوع من البرمجيات الخبيثة تتميز بقدرتها على نسخ نفسها، زوج هي تكوبي راسها وتنتشر بجميع البرامج ولا لي دوسي ولا لي فيشي اللي تكون عندك في الاورديناتور ولا في الأنظمة تاعك. كلما زاد استعمال الأجهزة الإلكترونية، سواء كانت حواسيب أو هواتف ذكية أو أجهزة لوحية، زاد خطر التعرض للبرمجيات الخبيثة. يعود ذلك إلى أن الاستخدام المتزايد لهذه الأجهزة يعني اتصالاً أكبر بالأنترنت وتحميل المزيد من التطبيقات والملفات، مما يزيد من فرص التعرض للفيروسات وبرمجيات التجسس وأحصنة الطروادة. بين العوامل هو الاتصال الرقمي. دونك الاتصال تاعنا يا بالشبكه مؤخرا في الاعوام الاخيره اكثر، ولينا اكثر اتصال واكثر استعمال للاجهزه الذكيه بما فيها الكمبيوتر ولا الاجهزه الهواتف النقاله. درجه الاستخدام تاعهم يعني درجه كبيره. طبيعه الحال الاخطار قاعده تزيد مع الوقت. دونك كل ما احنا تزيد درجه الاتصال تاعنا، درجه الاستعمال تاع هذه التكنولوجيات ولا الاجهزه التكنولوجيه، دونك الخطر يكون اكبر. التنوع الكبير في الأجهزة وأنظمة التشغيل يخلق بيئة معقدة تصعب مراقبتها وحمايتها بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، يستهدف المستخدمون بشكل متزايد عبر رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية والمواقع المزيفة التي تخدعهم لتنزيل برامج ضارة. لذلك من الضروري أن يكون المستخدمون على دراية بمخاطر البرمجيات الخبيثة وأن يتخذوا التدابير الأمنية المناسبة. كيفاش هذه البرمجيات الخبيثة راها تهدد الأفراد وأوسي المؤسسات؟ في الأفراد واش تقدر دير؟ تقدر تسرق هذه البرمجيات الخبيثة، تسرق لك المعلومات الشخصية اللي سكون أبل لي دوني بيرسونيل ولا لي دوني ا كاركتير بيرسونيل. تقدر تكون فيها بيانات البنك، كلمات المرور دونك لي مود باس، وهذا يعرض الافراد للخطر المالي وانتهاك الخصوصيه. صدر اون با اون خانت سا في بريفي اي لا كونفيدونسياليتي، وتخون له سون دي با ميتر اون بلاس ولا يكون با يافوار دي بروبليماتيك في الدومين تاع لا سيكوريتي بانكير. المؤسسات حاجه اخرى، المؤسسات هذه البرمجيات الخبيثه تسبب في توقيف الانظمه تاعها، فقدان بيانات لا بير دو دوني ولا لو فول دو دوني، وأوسي فيها الوا اونجونغي دي بيرتينونسيال، دونك فيها خسائر ماليه كبيره بالاضافه الى تلف السمعه، سيدير بيرت دو نو نوتوريتي. الخطر الاول هي فقد البيانات الشخصيه تاعك، يعني تفقد انت البيانات الشخصيه تاعك، الاسم اللقب تاعك، تقدر تستعمل بلاش باش يديولك سواء ان كونت بانكير ان كونت سي سي بي ولا ينتحلوا الشخصيه تاعك
في عفسه تمام ما على بالش بها كامل. دونك هذا الخطر الاول. الخطر الثاني انهم يقدروا يلحقوا الجهاز تاعك يديو مع ملفات منه اللي تقدر تكون ملفات عندها علاقة بالعمل، ملفات خاصة، صور عائلة إلى آخره. مادام الحق الجهاز تاعك يقدر يسيطر عليه دونك يقدر يتربح منه كما قلنا ببرامج التعديل، ولا يقدر يستعمله يكون طرف هجمات أخرى على سوادي سيرفر ولا مواقع أخرى، وانت يا على بالك شكل مشارك الجهاز تاعك ومشارك في هجوم سيبراني ولا جوست يستعمل الجهاز تاعك باش يزيد يبقى ضحايا اخرين. تلقاه يبعث دي ميساج من مواقع التواصل اللي عندك من الحسابات تاعك الخاصه، تبعث ميساج لافاميلي لقائمه الاصدقاء اللي عندك ويكمل بالانتشار. تطوير ثقافة الأمن الإلكتروني أصبح ضرورة ملحة في عصرنا الحالي الذي يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والأنترنت، سواء لدى الأفراد والشركات. تشمل هذه الثقافة فهم كيفية التعرف على الرسائل الاحتيالية وتأمين الحسابات بكلمات مرور قوية. نطوروا ثقافة الأمن الإلكتروني، لا كونفيونس إلكترونيك ولا لا كونفيونس نوميريك. هذه الأول عند الأفراد وعند المؤسسات. علاش؟ باش نحدوا من مخاطر البرمجيات الخبيثة، ومن طوم باش نحصلوا على هذه الثقافة خصنا نتحصلوا عليها على خلال التدريب والتعليم الذاتي، دونك لوتو أبرونتيساج ولا لي فورماسيون، ولا خصنا تكون فيها سونسيبيليزاسيون التوعية. و اون ميم طون باش نقدروا نزيدوا نواجهوا هذه البرمجه الخبيثه، خصنا فيها كاين الناس اللي تحضر فيها ورشات عمل، دورات تدريبيه ولا السيمينس اللي توجور الناس كانت تتبع في الاخبار والتحديثات المتعلقه بالامن السيبراني واش رانا نشوفوا الان. يعني ماشي شرط يكون متخصص، ولا يكون يعرف باللي كاين انواع مختلفه، اخطار مختلفه، كاين نوع فيروسات، كاين برامج اللي تجيك انت هي الغرض تاعها باش عندما تنقل على الرابط هذاك يديك الموقع اللي ما تعرفوش، هذاك الفعل من ثم يصرى عمليه تحميل البرنامج دار، ولا كيما يجيك ايميل ولا بريد الكتروني من عند شخص مجهول وعنده محتوى تلقاه جينيرالمون يحب يرغبك انك دير عفسه ولا حتى تربح انت من هذيك الفعل. وهي في غالب احيانا سي خدعه ولا مجرد خدعه باش يخليك تقدر تحمل هذاك التطبيق الضروري. جزء كبير من هذا الاحتيال للنصب الالكتروني هو عباره عن هندسه اجتماعيه قبل ما يجوز التطبيق، دونك هي معلومات يحب يقنعك بها الشخص هذا اللي قاعد يهاجم ولا. دونك كيما تكون عندك ثقافه تقدر انت يا تي في تي با مال دو بروغرام دي مالوير هذو اللي راح تستعملو، على الاقل يحاول ما يتعاملش مع هذو الرسائل من جهه المصدر، او انه يدخل الى المواقع غير مؤمنه ولا غير مشفره، مواقع غير موثوقه، ما يعرفش الموقع هذا، يقدر يجيه انيا ولا مسماس يطلب منه النقر فقط على هذاك الرابط يديه الموقع هذا كيكون فيه بمجرد الدخول راح يهبطوا له برامج خبيثه. تحديث برامج الانترنت بانتظام هو احد اهم الاجراءات للحمايه من البرمجيات الخبيثه. التحديثات غالبا ما تتضمن اصلاحات للثغرات الامنيه التي قد يستغلها المهاجمون لاختراق الانظمه وسرقه البيانات. بالاضافه الى ذلك تحتوي التحديثات على تحسينات للاداء واضافه ميزات جديده تعزز من تجربه المستخدم وامانه. اشخاص بزاف بيولوش اهميه بزاف للتحديثات، انه يستاليا نوتي فيروس، برنامج مكافحه فيروسات، برنامج مكافحه برامج خبيثه، ما يديرش التحديثات اللي يطلبوها منه انظمه التشغيل. دونك هي كاين تحديثات بصوره مستمره، لانه توجور في كل وقت المطورين هذو يكتشفوا ثغرات ولا اخطاء تطبيقيه يقوموا بتصليح تاعها. دونك من المهم جدا انه الشخص اللي يستعمل البرامج انه يحافظ على التحديثات، تكون عنده ثقافه، ما يهبطش تطبيقات مجهوله ولا من مصادر مجهوله، يدخل المواقع تكون مؤمنه، ما يدخلش روابط اللي تجيه من مصدر ما يعرفوش ولا من عند ان كونتاكت اللي ما يعرفوش. هي خاطر واحد كي عنده شك
يلحقوا ميل ولا راه يوتيليزي اون كلي يو اس بي ماشي ديالو يفو فير توجور اتونسيون. يلحق لك ميل ان بو بيزار وما ماشي مداري ما تعرفش مجهول ما تعرفش ما ينجاك ولا لا بيرسون اللي رسلت لك فيها شك يفو فير تري اتونسيون ما تحلش وما تفتحش البرنامج اللي رسلوه لك. Maintenant, on a un exemple. Par exemple, dans le domaine de la clé USB, il faut toujours vérifier avec la clé USB. Main jet, admin can't. On a un peu de win can't. Donc, il faut toujours qu'on ait un antivirus. Si on a la clé scanner, on a vérifié, mais il y a un problème. On a touché n'importe quoi. On a touché télécharger, par exemple. Il faut savoir, par exemple, les gens qui ont téléchargé les applications, les programmes, ou les logiciels internet, surtout les logiciels qui sont payants. Il faut que les gens téléchargent les logiciels battle parce que j'ai le caracol. Il faut savoir, il faut que les gens battle, ils ont le produit. Ou on ne te donne jamais, jamais mettre le caracol, ils ont le battle. Il a le caracol battle, ils ont le produit, ou ils ont fait un chèque. ولا فيها برنامج خبيث راه مخبي داير هذاك البرنامج اللي تلقاه حتى باطل هو في الاصل هو برنامج خاصك تخلصو. دونك هذه وحده من التوعيه. حاجه اخرى اي واحد خاصو يدرب روحو خاصو يعرف واش راه كاين يشوف ما يدخلش نيمبورت كان سيت ما يحلش نيمبورت كان بروغرام il essaie de former et de s'auto-former et surtout toujours il يشوف واش كاين واش راه صاري هذا الامن السيبراني. تقنيات الحماية من البرمجيات الخبيثة في المؤسسات تشمل مجموعة واسعة من الأدوات والإجراءات التي تهدف إلى حماية البيانات والشبكات من التهديدات السيبرانية من خلال استخدام برامج مكافحة الفيروسات والجدران النارية التي تتيح الكشف عن البرمجيات الخبيثة ومنعها من الوصول إلى الأنظمة، وكذا اعتماد حلول كشف التسلل ومنعه، وهي أدوات حيوية لمراقبة حركة المرور على الشبكة واكتشاف الأنشطة المشبوهة ومنع الهجمات. تقنيات ولا استراتيجية دو بريفونسيون تو ديبون لونتربريز كي تكون واحد فرد ولا انتربريز ماشي كيف الفرد خاصو يحرز روحو خاصو يحذر وين راه يحط وين راه ينافيغي وين راه يروح في لي سيت ويب ولا لي زوتي اللي راه يخدم بهم ولا لي الماتيريال اللي يخدم به اسكو تاعو ماشي ديالو خص يكون عنده انتي فيروس ولا اسكو الى انفيستي سو انتي فيروس ولا لا. هذه حاجه. اون سوسيتي سي ديفيرون. اون سوسيتي خاصها دير ال دوا ميتر اون بلاس اون استراتيجي دو سيكوريتي انفورماتيك ولا دو سيبر سيكوريتي. وهنا باش تبدي فيها التوعيه في لا سونسيبيليزاسيون لا ميز اون بلاس دون ايكيب des solutions de sécurisation, que ce soit en amont, à l'intérieur. Il y a plusieurs choses et plusieurs techniques que nous pouvons dire dans le domaine de l'administration. Et là, tout dépend de ce que l'administration veut faire, ou comment elle veut faire, ou comment elle veut faire, ou comment elle veut faire, la maturité de l'entreprise. Est-ce que si une entreprise elle est mature, elle a une certaine maturité dans le domaine de la cybersécurité, هنا سي اوتر شوط عارفه اللي خاصها تعزز تقوي كامل الوسائل باش تحمي البيانات تاعها وتحمي الانظمه الالكترونيه والانظمه الحاسوبيه تاعها. الجانب التقني يقدر يدير عفايس بزاف. اول امر انه ينستالي برامج مكافحه الفيروسات لمكافحه البرامج البرمجيات الخبيثه، وكاين برامج بزاف غير مدفوعه ولا فري وورس تادير مجانيه، ولا حتى كاينه مدفوعه بانك تشريها بمبلغ رمزي يعني كون جي تشوفو مقابل الخدمه اللي راح يقدمها لك. الحاجه الثانيه انك تحرص على تحديث الانظمه التشغيل، خصوصا انظمه التشغيل، لانه هذه البرمجيات الخبيثه غالبا ما تلجا الى نسميوها حنا لي فايت سيكوريتي، دونك ثغرات امنيه ولا اخطاء برمجيه في البرامج اللي تستعملهم يستعملوها هما باش يثبتوا هذوك البرامج. دونك انت كيما تكون مع الشركه بالبرامج يستعملهم دير دائما التحديثات الامنيه اللي غالبا ما تكون تحديثات امنيه ولا تصحيحات اخطاء برمجيه اللي تقدر تكون. دونك انت راح تكون اجور وكل مره راح تحمي نفسك من هذوما لي فايت سيكوريتي كي اكزيست. ثاني كاين في عادات المستخدم هو ما يحملش تطبيقات من مواقع
مشبوهه ولا مواقع غير معروفه ولا غير مصرح بها، ما يدخلش مواقع غير مشفره ولا مواقع اللي غير محميه. كيفاش تعرف بلي موقع محمي ولا مول بيانات مشفره اللي بينك وبين الموقع؟ جينيرالمون تلقاه HTTPS، الاس هذاك سي سيكوريزي، دونك سي توجور تايا تشوف هذو المواقع اللي. وكاين ثاني في الكوتي اللي يخصه هو، يقدر يدير كلمات مرور يحميها، ما يديرش كلمات مرور كل حساب يدير له كلمه مرور خاصه، يستعمل فيها تقنيات اللي هضرنا عليها من قبل، تكون كلمة مرور معقدة فيها أرقام فيها حروف كبيرة حروف صغيرة، دونك دي ماجيسكيل دي مينيسكيل مام دي كاركتر سبيسيو، يقدر يمزج بين هادو كامل وكل حساب يديرو كلمة مرور تاعو. وكاين برامج اللي يقدر يجري بهم لي مود باس تاعو ولا يستعمل، دونك كاين طرق اللي يثقف روحو باش يقدر يستعملهم.